فريق جديد من طلفي عبر شاشة عربيكا، ومثل كل أسبوع معنا الكثير من الأخبار لنجوم الغناء اللبناني العربي وبلاد الاغتراب. نبدأها من لبنان مع السيدة ماجدة الرومي اللي أطلقت ألبوم غزل وضم مجموعة من الأغنيات، وهذا الألبوم هو حديث الإعلام والوسط العام لأنه ألبوم منوع قدمت فيه أغنيات كثيرة جدا جميلة لقيت واردت فيها كل الأذواق. لما أعلن أنه هناك إطلالة للسيدة ماجدة الرومي بمهرجانات البترون وهذه لأول مرة بالطلفية وبتغني بهالمهرجان، تهافت الجمهور للحصول على أماكن لحضور الحفل اللي الكل حب يجي ويستمتع بأدائها المباشر لأغنية ألبوم غزل وأغنيات شهيرة قدمتها بريبرتوارها الكبير السيدة ماجدة الرومي، وأبرزها أغنية عم أحلمك حلم يا لبنان وست الدنيا بيروت. المكان اتسع إلى 4500 شخص، هيدا ما عدا الأشخاص اللي كانوا بالخارج وما كان لهم أماكن. خلينا نروح نتابع ونشوف الأجواء بمهرجانات البترون، وطلت السيدة ماجدة بالثوب الوردي وشو بيقول الحضور عن ماجدة عن ألبومها وعن الليلة. جنرال مساء الخير، شو بتعني لك ماجدة الرومي؟ تاريخ طويل عريض نحن وياها. مساء الخير معالي الوزير، شو بتعني لك ماجدة الرومي؟ فنانة كبيرة وبالبترون بهالموقع العظيم بهالمدينة العظيمة وأجواء فنية رائعة رح نشاهدها بعد شوي. ماجدة الرومي بالنسبة لإلي هي ست ماجدة أو الماجدة يلي هي فيروز المستقبلية، بعتقد يلي صوتها بيجمع أكتر عدد عالم حواليها ويلي بتستقطب أكتر عالم أكينو لبنانيين أو عرب حتى. ماجدة غنت بيروت، غنت الغزل، غنت الحب، غنت كل شيء. ألبوم غزل كتير حلو أكيد ماجدة، يعني ماجدة لبنان. شو كمان يعني نكل عجقة، العالم كلهم مبسوطين يجوا، بعدين نحن كتير مبسوطين انه عم تنعمل هون وبالبتون والعالم والعجقة شيء كتير حلو بيرفع راس. ماجدة بتعني لي يلي هي الصورة الحلوة عن لبنان، عن لبنان اللي بدنا فيه ثقافة، عن لبنان اللي فيه فرح، عن لبنان اللي فيه طموح، لأنه نحن هيدا الشغل كنا عم نطلع لفوق إنه نعم نوصل لأعلى. هيدا لبنان اللي عم نحلم فيه، وعندنا شخص عم يخلينا نحقق هيدا الحلم بظل الظروف الموجودة اللي حوالينا اللي الناس بشدوا لتحت، في ناس بيحاربوا، هول اللي عم بيحاربوا للبنان، مش غير عالم عم تحارب للبنان. فماجدة هي عسكري لبناني أصيل، لازم نوقف حده ونساعده. شخصيا كإعلامية عربية ولبنانية كبيرة، ماجدة الرومي بالنسبة لك شو؟ صديقة وفنانة كبيرة وصوت ساحر. بحمد الله كل ما عملت شيء جديد عم يكون أحلى من اللي قبله، وبتصور بغزل نوعت بالأغاني، نوعت بنمط الأغاني، بهنك الأغاني، بالمناخ تبع الأغاني لدرجة أنها كانت جريئة جدا في التنويع، وما حدا بيقدر على هيدا إلا الكبار، ولأنها كبيرة تنجح دائما. دعني لكل لبنان ماجدة الرومي فنانة منشوف حالنا فيها، وحابة اسمع كلام غزل ومن الست ماجدة، وألبوم جديد وأغاني جديدة وجو حلو كتير. كان حلو ألبوم غزل، ما في يقول في غنية أحلى من التانية، كل واحدة حالتها المعينة موجودة فيها. كتير قبلني هيك حبيتها كتير، لو تعرف حبيتها كتير، كل الألبوم حبيته. ماجدة الرومي يلي هي صوت الفرح والمحبة والسلام بلبنان، ألبوم بيشبهها من جوا ومن برا. هالسيدة الأنيقة والراقية والجميلة بكل معنى الكلمة، عن جد عمل بيشبهها من كل النواحي. عماد Hey!
المواطنة اللبنانية الحقيقية المضبوط، وصوتها ملائكة ومنحبها كتير، والله يوفقها ويكون معها. ذكرني انه قدي بلدنا حلو، ياريت كلنا نصير ايد واحدة ونخلي هالبلد يتقدم بقى لقدام. ماجدة بالنسبة لنا رمز وطني كبير، واغنياتها ان كانوا غزل ولا وطنيين منحبهم. امبارح وصلت من الرياض، وصلت لحتى احضر الكونسرت وارجع سافر. يعني بحبها من لما كانت صغيرة، من لما طلعت بالصدى الفن. يمكن فيروز وماجدة الرومي هن تاريخ لبنان بالموسيقى وبالفن. ماجدة الرومي وش لبنان الحضاري، بتجنن حلم. ملكة الغنى بعد يعني فيروز، هي لبنان لقلنا. السيدة اللبنانية أرز من أرزات لبنان الكبيرة، زينت كل المسارح الدولية والعالمية، وزينت كل مسارح لبنان من بيت الدين إلى جونية إلى البترون. اليوم حتزين بطلتها وحضورها وتغني أجمل أغنياتها، وبصورة خاصة أغنية ألبوم الرائع غزل. خليني مسي وقول أهلا وسهلا بالسيدة ماجدة الرومي. أهلا فيك، يسعد مساك. وقبل لحظات من دخولك أكيد إلى المسرح لتعانق جمهورك الكبير، كنتي بالبروفات، شو الإحساس هلأ؟ دايما عندي شعور بالرهبة، بصير موترة بالأخير، بس مع الناس وشوي بعد ما فوت بيمشي الحال. نعم. ست ماجدة، نحن عم نتابع بنشرتنا الإخبارية ومن وقت ما صدر ألبومك وهو بالفيرجن ميجاستور، ودايما الألبوم هو بالصف الأول. قدي سعيدة أنه ألبومك بالصف الأول عنده نسبة جمهور كتير كبيرة، ومنعرف فنان كبير مثل حضرتك دايما يعني بامتحان لتشوف بصمتها، قديش عم تحفر، قدي في ناس بحبوها ومشتاقين لفنة. هيدا عمل نعمل بقلب، و بيسعدني انه وصل لقلوب الناس. دايما انا من الناس المؤمنين بلغة القلب، انه الواحد ما يعمل الا الشيء اللي بحسه صح واللي بيأمن فيه واللي بيعتقده افضل شيء ممكن متوفر بين ايديه. وبشكر الله على هالنعمة انه الناس عم تحب هالشريط. ما بفتكر في فنان بالدنيا يعني عنده حلم اكبر من انه ينزل البوم ويكونوا الناس حابين الاغاني. نعم اكيد حابين الاغاني، لانه كل شيء فايق مكتمل، من الموسيقى للتسجيل للصور لصوتك الرائع لكلماتك الرائعه. شو بتكتبي حلو مثل ما بتغني حلو. نعم تسلم. شو المقصد اني اكتب يعني مش طارحه حالي. نعم. شعره يعني طارحه افكار اذا بدك تمرق ببالي، وليه لا، إذا أنا حاسة إنه لازم أقولن وفيني أقولن بإحساس. نعم. طالما هيدا شعوري، إيه كان عندي جرأة هالمرة إنه أكتبن، وبتأمل الليلة عندي فحص مع الناس أشوف شو واصل شو مش واصل، شو حبين شو مش حبين. ما شاء الله 4500 شخص الليلة جاي كلهم يغنوا ويسمعوا صوتك الجميل. أكيد حتقدمي مجموعة من أغنياتك من ألبوم غزل، عرفنا اخترتي 7 أغنيات تقريبا. ايه شي 6 ما عديتهم يعني شي بعتقد 6. Thank you.
أغنية لح أحلمك حلم يا لبنان اللي قدمتيها من سنوات، قديش حلو الفنان يقدم هيك أعمال وتتوارث من جيل لجيل لجيل والكل يغنيها؟ يعني هيدي غنية ثابتة بأي حفلة بعملها بالدنيا، لأنه هيدي بحسها من الأساسيات اللي قام عليها فني. وباقي لبنان بالنسبة لي اليوم وبكرة وبعد مليون سنة حلم بعيش بقلبنا وبالنا، حلو وكبير ومثل ما منآمن فيه ومنحب. أكيد نقول لك يعطيك العافية وإن شاء الله بتحلق الليلة بعد بيت الدين وجبال اليوم بالبترون، شو بتقول هيك كلمة لمهرجانات البترون وأهالي البترون ولبنان؟ والله كان إيدنا على قلبنا بالحفلة، يعني كانت الظروف ساعة بحس رح تصير الحفلة ساعة ما رح تصير، يعني كان في قلق على هالحفلة وبشكر الله على إنه قدرنا نطلع فيها وإنه دائما إرادة الحياة أقوى من من الموت. شكرا لك. ميرسي لكم. شكرا.